يسعد صباحكم. في كل مرة كنت بقدم فيديو بيتكلم عن شيء جميل وحلو ومهم في مصر، لكن المرة دي أنا حابة أتكلم عن جمالكم أنتم وأهميتكم أنتم في حياتي. بصراحة أنا ما كنتش متخيلة أن أنا حقدر أوصل للنجاح دوت في الفترة القصيرة دي. أنا يدوبك بدأ من شهر وأسبوع، ومبارح عدد المتابعين للصفحة تجاوزوا 250,000. كنت متخيلة علشان أقدر أوصل رسالتي للعدد الكبير دوت من الناس كنت محتاجة مجهود ما يقلش عن سنة، لأن اللي كنت بلاحظه إن أكتر حاجة منتشرة هي الفيديوهات الكوميدية اللي بتضحك، لكن أنتم أثبتتم إن لسه فطرتنا سليمة، لسه فطرتنا بتحب المعرفة وبتحب العمل الراقي. أوعدكم إن أنا دايماً كل حاجة هعملها تكون بتحترم عقولكم وبتحترم جمال روحكم. رسائلكم وتعليقاتكم كلها على عيني وعلى راسي، بتشجعني وبتخليني دايما اقدم الافضل. لكن ارجوكم، في ناس بتزعل لما بتاخر في الرد على الرسائل، فارجوكم ما تزعلوش، لان بسبب عددها الكتير بصعوبه بقدر اتابع وارد على كل الرسائل في نفس الوقت. جزاكم الله كل خير على دعمكم وتشجيعكم وجمالكم وروحكم الحلوة. صباحكم رضا وتوفيق من الله. سلام عليكم.